بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومولانا جل وعلا يقول في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجينا سيدنا إبراهيم ومعاه سيدنا لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اللي هي أرض الشام. فغادر قومه وبلده بابل في العراق، وبعدين توجه إلى الشام. وفي آية تانية عن سيدنا لوط: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذه الأرض اختارها الله مهاجرا لخليله إبراهيم. سيدنا إبراهيم جاء إلى مصر، وستنا سارة جاءت إلى مصر، وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب جاءوا إلى مصر، وسيدنا إبراهيم مشى في أرض سيناء، وذهب سيدنا إبراهيم إلى أرض الشام، وعاش عند المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى مسجد مبارك الصلاة فيه 500 صلاة. أسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود الغاشمين الغاصبين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يمتن بعد ذلك على سيدنا إبراهيم ويقول: ووهبنا له إسحاق. لغاية كده جملة: ووهبنا له إسحاق. سيدنا إبراهيم قلت لكم قبل كده هو رزق بإسماعيل. بعض الناس بيظن إن إسحاق أكبر من إسماعيل، لا العكس، رزق بإسماعيل وعمره 99 سنة، ورزق بإسحاق وعمره 117 سنة. يعني كان إسماعيل شاب راجل كبير، وسيدنا إبراهيم رزق من السيدة سارة بسيدنا إسحاق وهو عنده 117 سنة، فرق بينهم 18 سنة. ووهبنا له إسحاق. شوف بقى الجملة اللي جاية: ويعقوب نافلة. هو في الآية فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أنا عايزك تفهم معنى الوقف والابتداء في القرآن. ووهبنا له إسحاق، رزق بإسحاق في هذا السن الكبير، ويعقوب نافلة. ادينا له يعقوب من نسل إسحاق زيادة على ما وعدناه به. أدى المعنى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. الاثنين بقوا أئمة مهتدين مهديين يدعون الناس إلى عبادة الله جل وعلا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يقتدى بهم ويدعون الناس إلى عبادة الواحد الأحد. وأوحينا إليهم عن طريق الوحي بقى، لأن سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا إسماعيل أنبياء وليسوا برسل. ليه؟ لأن الرسول سيدنا إبراهيم أوحى الله إليه بالصحف شرع جديد وأمره بتبليغ. طب إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط، كل هؤلاء أنبياء بلغوا الناس ما جاء به سيدنا إبراهيم اللي هو نزلت عليه الصحف. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده من باب عطف الخاص على العام. وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين لما يأمرون الناس به، يعني يقولون ويفعلون، مش بيقولوا بس، لا يقولوا ويفعلوا. هذا ملخص يسير، وهذه 4 حلقات تمت في هذه الآيات من أول قول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. هذه قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أنوار القرآن وأسرار القرآن وفهم القرآن، وأن يجلي لنا ما أغمض فهمه علينا، وأن يفهمنا دقائق التنزيل وأسرار التأويل. اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.